وجه رسالة لإمام عاشور بعد إصابته. والله أتمنى له كل الشفاء، لأن صراحة المرحلة اللي جاية كلها محتاجاها جامد جدا، وهو موهبة صراحة جميلة يعني، فأتمنى له كل الشفاء بإذن الله يعني، ويرجعوا بملاعب بسرعة جدا، وما يطولش في الإصابة بتاعته، ما يطولش فيه، وإن شاء الله كل خير بإذن الله، وأقول له كل سنة وأنت طيب وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. حبيبي أقول له يعني ألف سلام عليك، طبعا إحنا كلنا زعلانين بجد على اللي حصل، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول بكتير. اقول له الف سلامه يا امه، وباذن الله ترجع الاهليه احسن بكتير وترجع للمنتخب. وحاليا اصلا امام عاشور من احسن لعيبه المنتخب المصري اصلا، تمام يعني، هو لو طلع بره يبقى جامد، بس هو خليه في الاهلي برده يبسطنا اكتر، وربنا يقومه بالسلامه. ربنا يا رب يقومه بالسلامه ويرجع لنا تاني النادي الاهلي، وامام عاشور من الناس اللي يعني اللي عملت كتير في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كله يعني بيتمنى يرجع بالسلامه ان شاء الله. اقول له الف يعني سلام عليه، وان شاء الله يقوم يعني بالسلامه، والحمد لله اللي هو قام لسه في خبر امبارح اللي هو عمل عمليه ونجحت يعني الحمد لله، ربنا يعني ان شاء الله يرجع يعني للفريق والمنتخب. هل اصابته يعني شايف انها هتاثر على الاهلي الفتره اللي جايه ولا لا؟ والله هتاثر، لان هو دلوقتي بقى اهم حاجه في الاهلي دلوقتي يعني، هو ساعه كله الاهلي مس ان هو كلهم مع بعض كتف واحد، بس هو بارز جامد جدا دلوقتي، وبقى حاجه مهمه في الاهلي وفي المنتخب كمان يعني، صراحه من نزل المنتخب بقى حاجه ركيزه جامده جدا صراحه، وبان في المتوشه اللي بقى اللي فاتت دي، ومن اول قبل كام كان في الزمالك برده كان مهم جدا برده، فنتمنى له كل الشفاء ان شاء الله ويرجع للملعب بسرعه باذن الله. لا، الاهلي معتمد على نفسه دائما، هو الاهلي، اللعيبه بتروح وتيجي، ولكن الاهلي هو الاهلي، ما فيش يعني ما عمره لا مدرب ولا حاجه اثر في النادي الاهلي، هو الاهلي طول عمره اهلي. بصي، هو عامه كل فرد في الاهلي سواء موجود او لا هو بيأثر على الاهلي، بس هنحاول الدنيا تمام وهنكمل، وكده كده الاهلي فوق الجميع يعني. لان هو حتى في الماتشات الاخيره مع الاهلي كان عامل اساسي، وما كانش بيقعد دكه الا كل فين وفين اساسا، فاللي هو لا هو هيأثر على الاهلي بنسبه كبيره. الصراحه هتأثر جامد قوي كمان، عشان هو كان مركز مهم في نص الملعب وسط الملعب، وفعلا أثر جامد.